في هذا الفضاء الجميل النادي الثقافي طاهر الحداد بالمدينة العتيقة تمازج هدوء المكان مع نغمات عود الفنان زياد مهدي الذي افتتح فعاليات هذه الدورة بعرض مسك الطبوع. الموسيقى اللي يعزف فيها زياد معناتها فيها برشا أصالة وفيها برشا عراقة. لجنة تنظيم هذا المهرجان اختارت أن يكون العود التونسي محور الدورة الثالثة، وذلك بهدف المحافظة على هذه الآلة الموسيقية والتعريف بخصوصيتها التونسية. العود التونسي بدا يفقد وجوده سواء على مستوى العزف وسواء على مستوى الصناعة، وهذيك علاش ركزنا في الدورة هذه كونه الافتتاح يكون بالعود التونسي. العود التونسي حافظ على روح العود العربي الأصيل اللي هو بأربع أوتار، دونك حافظ على الخصائص هذه وما حاولش انه يغير عليه، بل هو قعد على محافظ على الأصول نتاعو. خصوصية تونسية تم إبرازها من خلال العزف وأيضا من خلال ورشة لصناعة العود التونسي وعرض يبرز بصور تاريخ هذه الآلة الموسيقية التي خصها مركز الموسيقى العربية والمتوسطية ببرنامج خاص. أول هدف هو الحفاظ على الآلات، الهدف الثاني هو أنه نعمل فضاء خزن جديد للآلات اللي نجم يساهم في الحفاظ بتاعها باستدامة على المدى الطويل، لكن أيضا تدريب جيل جديد من المحافظين على الآلات الموسيقية، لكن أيضا الأهم أهم حاجة اللي هي عليها خطرة موجودين اليوم هو التعريف بالموروث الثقافي التونسي. الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للعود بالمدينة تتواصل سهراتها إلى غاية 21 من هذا الشهر، تاريخ سهرة الاختتام التي يحييها الفنان العراقي نصير شمة بمدينة الثقافة الشلي القريبي وتوزيع جوائز على الفائزين في مسابقة العزف على آلة العود.